أن الإسلام كما هو مدون في دائرة المعارف الإسلامية وفي القرآن وفي الأحاديث انتشر بالسيف، فقد لعب السيف دورا رئيسيا في نشر الإسلام قديما، وهو الذي يحافظ على الإسلام حديثا. فيقوم الإسلام على الجهاد لنشر الدين الإسلامي، واضح جدا في دائرة المعارف، أنا أكتفي بها، في جزء 11 صفحة 3245 بيقول: نشر الإسلام بالسيف فرض كفاية على المسلمين كافة. يبقى إذا نشر الإسلام بالسيف. حاجة تانية، حكم الردة، حكم الردة بقتل المسلم الذي يرتد عن الإسلام هو من أكبر العوامل التي أرهبت كل مسلم يخاف، فلا يجرؤ أن يفكر في حقيقة الإسلام حتى لا يقود تفكيره إلى ترك الدين الإسلامي، فيطبق عليه حكم الردة ويفقد حياته ويستحل ماله ونسائه. هيا بتحضرني ذاكرتي بقصة واقعية سمعتها من الدعاة، عن الدعاة اللي بينشروا الإسلام في بلاد أفريقيا. فوصلوا في بلد من البلاد وبينشروا الإسلام، فجابوا واحد من الناس اللي هناك قالوا له: أنت تحب تعبد إله واحد وأربع زوجات، ولا تعبد ثلاث آلهة ويديك زوجة واحدة؟ احنا ما بنعبدش ثلاث آلهة لكن بتعبرهم. فالراجل الأفريقي فقال لهم: لا، أنا أهب أربع ستات، ما يهب ما الله ده، ما يهب، أنا أهب الأربع ستات. فقالوا له: خلاص قول الشهادتين. فقال الشهادتين. قالوا له: طب لازم تختتن يعني تتطهر علشان خاطر تبقى مسلم؟ لازم، أنا راجل كبير. قالوا له: لازم، عشان خاطر هتاخد المنحة اللي هتعيش بيها مع الأربع ستة. الراجل قبل واحتمل الآلام بتاعة الختان وهو راجل كبير، وابتدوا يدفعوا له المنحة الشهرية يعني. بعد كم شهر بطلوا المنحة، فالراجل راح يطالب في الفلوس. قالوا له: لا، انت دلوقتي ثبتت في الإيمان في الإسلام، فما انتش محتاج إلى ايه المنحة دي. فهددهم، قالوا: طب انا هسيب الاسلام. قالوا له: لو سبت الاسلام هيطبق عليك حد الرده. قال لهم: ايه حد الرده؟ قالوا له: هنقطع رقبتك، قطعك حد حد. فبرطم بقى، عارف الافريقيين دول، دين غريب، الداخل يقطعوا حته والخارج يقطعوه حتة حتة. ده حد الردة اللي بيخلي الناس تخاف، حتى لما يوصلوا إلى حقيقة يخافوا إن هم يعلنوا رأيهم. لكن في عوامل تانية زي مثلا التربية منذ الصغر، شحن الأذهان للأطفال إن الإسلام هو الصح والنبي خاتم النبيين وإن النصارى كفرة واليهود كفرة اسطوانة. فمن الطفولية ما بيقدرش يفكر صح لأنه مسلط عليه فكر معين. ثم إن الدين الإسلامي بيشبع غريزة الإنسان، زي الراجل صاحبنا اللي بيقول لك: أنا أخد أرباع، يهمني الأرباع، مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم. فبيشبع الغريزة الجنسية، يشبع غرائز الإنسان في التملك وهكذا، متمشي مع الطبيعة البشرية، مش بيسمو بالطبيعة البشرية ولكنه بيهبط إلى مستوى الطبيعة البشرية.